قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. يوجد نوع من الإعاقات الغريب شوي، هو حالة إيه؟ حالة عدم الانبهار بالكلام. أنا عايز أقف عند الحتة دي. افتكروا معايا في وقت كنت بتكلم في أحد السلاسل، وقت كنت ماشي رايح المحاضرات بتاعتي وراجع مرهق جدا، فالروح القدس قال لي: لو جه حد سلم عليك دلوقتي أنت هترد عليه السلام، لكن أنك أنت تبتدي تعبد وتقول اعترافات إيمان وتصلي بألسنة واعترافات الإيمان اللي أنت متعود تقولها، أنت دلوقتي شايف نفسك مرهق. ماذا لو حد اتصل بيك دلوقتي هترد عليه؟ ماذا لو حد طلب منك حاجة هتتجاوب معاه؟ إيه السبب؟ وأنا عمال بديت أمشي مع روح القدس في التفكير، اكتشفت أن يوجد التزام اجتماعي أنا لازم أسلم على الشخص دوه لما يسلم عليا. يوجد التزام أن أنا لازم أدي تقدير للشخص دوه، لأنه لو رفع إيده سلم أو مد إيده سلم من العار أن أنا ما مدش إيده أسلم. لو قال لي إزايك مش هينفع مردش عليه. إذن يوجد التزام اجتماعي، التزام. افتكر ينبغي، ارجع للسلسلة وتكلمت فيها، ينبغي في حالة من الالتزام، دي عملية فكرية. فروح القدس قال لي: لماذا أنت لا تلتزم وترى أن دوه شيء ملزم كما دوا ملزم؟ انك تقدر الناس، لماذا لا تقدر الكلمه؟ لماذا لا تقدر عمل الروح القدس في حياتك؟ لماذا لا تزرع لمستقبلك؟ لماذا لا تزرع لايامك اللي جايه؟ لماذا منشغل بالالم ومشغول بحالك الشخصي؟ ليه؟ اصل انا مرهق، انا راجع من يوم مليان محاضرات، بنقعد في اوقات بالساعات ندرس ندرس ندرس، انا عايز اروح، انا مرهق. هي دي اللي تيجي تلاقي الناس بدأت تفتح الموبايل بتاعها مع انه مرهق، اصل انا دلوقتي مش بعمل حاجه. هو بيعمل، هو عمال يستقبل معلومات، يستقبل معلومات. لو حد حكى معاه في موضوع في الشغل ممكن يتحامل على نفسه ويجي على نفسه ويرد عليه ويبعت رسائل واتساب ويبتدي يكتشف ليه ساعه على الواتساب. هو كان حنا بيقول انا مرهق مش لاقي اصلي وهكذا. ليه؟ لانه يوجد تفكير ان الرب هو الحيطه الواطيه، هو الشيء اللي أنا أستغنى عنه بسهولة. ليه؟ أصل ربنا ما ظهر ليش؟ عشان يقتلني ببساطة، فأنا خلاص ما متش في الحياة، ما وقعتش مت في الحياة، فخلاص يبقى الموضوع بسيط. ومن هنا يبتدي التراخي ويحصل حالة من الاستسلام، التساهل وتسليم الأرض. افتكر الكتاب يتكلم في يوحنا 10 عن الحتة دي، إزاي إن الشخص أول ما يبتدي يدخل تعليم غير كتابي يسرق يذبح يهلك، يسرق يذبح يهلك. ارجع، انا شرحتهم قبل كده وشوف الشرح قد ايه الشخص بده يفك الرباط بتاعه، الحاجات اللي كان حاطط لها خطوط حمراء بده يفكها. كان في يوم من الايام الشخص ده اول ما قبل يسوع كان بياخد الخلوه طول الوقت بيصلي، لكن دلوقتي في حاله من التراخي جايه نتيجه ان مفيش ينبغي، مفيش التزام. طيب النقطه دي بتقف ضد الخلاص بصوره واضحه جدا، ان الشخص مش بيتلحلح، مش بيتحرك، مش بيهتز له قلبه قصاد الكلمة، مش بيهتز له قلبه لما حد يقوله على ملحوظة، خلي بالك فلان محتاج تفوق روحيا، خلي بالك من كذا، ففي حالة من الجمود والتصلب. ممكن يكون ظاهرة قدام الناس بعدم تجاوب، لكن في الحقيقة هي ظاهرة في داخله تجاه الروح القدس، والحال ان الشخص يبتدي ينبهر بالكلمة ولا يعتاد عليها. يبقى إذن في ناس تعتاد على الأمراض، تعتاد على المشاكل، تعتاد على العيان، ودي بتدي يظبطوا حياتهم ان انا ديني بسعى، انا من ناحيتي فبسعى، اديني اهو انا مش قاعد عند بركه بتحز اهو، خلاص انا قاعد من طرفي فانا قاعد. تقدر تقولي ما عنديش ايمان؟ انا ليه 38 سنه عندي ايمان. لكن رب يسوع كشف لنا حاجه مختلفه، ان الشخص ده هو كان عنده مشكله. فوارد جدا تلاقي الشخص ده هو عنده مشكله وهو مش عارف، بيبقى ماشي مع الايمان عدم ايمان من نوع تاني، او طاعن على الايمان. هو زي بالظبط الشخص عمال يمون بنزين وعمال يكتشف ان في بيخر بي
في حالة من الليكج، في حالة من التسرب، هو مش عارف في إيه، مش عارف في إيه. فهو من ناحية ما بيملى بنزين، بس هو في حاجة تانية عمالة تنزل من ناحية تانية. نفس الفكرة هنا بقى، النقطة دي هي حالة التأقلم على الكلمة، الاعتيادية، خلينا نسميها الاعتيادية، عدم التحرك تجاه الكلمة. يعني لما باجي أسمع الكلمة لازم يحصل تفاعل جوايا، لازم أنفعل وأتفاعل معها. خلينا نشوف الكتاب بيوضحها إزاي، دي ممكن توقف الخلاص اللي متاح للناس قدام عينيهم. طبعا متى 13 الكتاب يوضح عدد 53، ولما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك، ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين هذا؟ هذه الحكمة والقوة، شكله سابنا كم يوم، سابنا كم سنة كده، ولا كم شهر، للدقة كم شهر، سابنا كم شهر كده، وفي الآخر خالص ده شكله اتعلم فين، ده لحق يتعلم فين الكلام ده، ده كان من الجيران بتاعنا، ده احنا عارفينه. فأليس هذا ابن النجار؟ اللفظ بتاع النجار مش دقيق، المفروض المقاول، بابا رب يسوع جسديا طبعا، هو روحيا أو هو ولد بحبل به بروح القدس، لكن الاسم هو كان مقاول، يوسف كان مقاول، ما كانش نجار فقط، ما كانش في أشجار كتير في المنطقة دي، فكان بيشتغل في النجارة، لكن النجارة ده جزء من شغله، لكنه في الأساس كان صانع الحاجات الشيك اللي هي بتاعة الرخام والجرانيت والحاجات اللي فيها بنى، وكان في مدينة لسه بتتبني في الوقت ده، عشان كده كان هو بابا كان شغال فيها في الوقت ده، ممكن يكون احتاجه ماديا في وقت ولادة يسوع، لأن في أمور استعجالية حصلت، عشان كده قدموا فرخي حمام في الحالة بتاعة تقديم فدية أو فكاك الابن المولود. لكن بالنسبة لهنا هو كان شخص مقاول وكان معاه فلوس كتير. بعد كده، أليس هذا ابن النجار؟ أليس أمه تدعى مريم وأخواته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أو ليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كله؟ فكانوا يعثرون به. إذن العثرة مش شرط تكون شخص عمل حاجة وحشة، في ناس قابلة للعثرة، في ناس قابل، في ناس حالتها استتفاهية واستخفافية مع الكلمة اللي بتعرض أمامها. في ناس بتشوف ظروف الناس حياتها قدام عينيها، يقدر يتعلم منها دروس. كتاب يتكلم مررته بحقل الكسول، لقيته ازاي بقي في هذه الحاله من الفقر والتعب لانه كسول، فبيقول تعلمت درسا. اذا تقدر تتعلم حاجات من الكلمه وتشوف حياه الناس اللي حواليك وتلحق نفسك. في ناس في حاله من التسيب، حاله من انه مش واخد على ان هو ينفعل مع الكلمه. فكانوا يعثرون به، هم دول الناس اللي بيتريقوا على الناس اللي بينفعلوا في العبادة والتسبيح وفي الكلمة وفي اشتعالهم وفي شغفهم واختبارات. مش هسأل لك لا لا لا، أكيد في مبالغة، الموضوع مش الدرجات ده، تلاقيه لوحده كده تعبان وبيعاني بس بيحب يمثل. فالناس دي دايما بتحاول تخفض من حالة الانبهار في الآخرين، ما بيحبوش يشوفوا حد مشتعل، هما بيكتشفوا أنفسهم إن هما مش مشتعلين، فيحاولوا يطعنوا على الآخرين. فنفس الفكرة ده اللي حصل، فكانوا يعثرون به. وأما يسوع فقال لهم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته، ولم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم. رب يسوع مش أي حاجة شريرة، رب يسوع مش أي حاجة غلط قدامهم، رب يسوع فقط كونه من نفس البلد، بلديات، فبالتالي كانوا يعثرون به. خليني أدخل أكتر في الحتة دي علشان أعالجها لمن هو ليس لديه حالة الاشتعال وحالة التفكير في الكلمة بشغف. افتح معي إشعياء 66:7 وشاركت بالشاهد دوا عدد 2، وكل هذه صنعتها يدي، فكانت كل هذه يقول رب، وإلى هذا أنظر. الروح القدس بيتكلم بوضوح، لمن الروح القدس بينظر؟ لمن يلتفت ويستمع إلى صلواته؟ لمن الروح القدس يلتفت إلى قلبه اللي يتوفر فيه الصفات دي؟ الشخص اللي شايف نفسه محتاج للكلمة. هنا كلمة مسكين مش معناها شخص مسكين موطي راسه ومكشر ودايما منكسر، الناس بتسمي الناس اللي هي منكسرة أو كده أن هي دي الشخص المسكين اللي هو ما باليد حيلة. لا، هنا بتكلم عن شخص يرى جوعه، أنا مشتاق أعرف أكتر، ده
رقم واحد. اثنين، الشخص اللي متضع اللي قابل التعلم ومنسحق الروح، انا مستعد اتعلم، انا ما اعرفش حاجه قصاد الكلمه، وده اللي مفروض يحصل عند اي حد حتى لو كنت دارس ايه في الكلمه، حتى لو عندك خبرات ايه. رقم ثلاثة، وهي النقطة اللي أنا بتكلم عنها أساسا، المرتعد من كلامي، مش معناها بيخاف، هي معناها اللي بيهتز داخليا أول ما الكلمة يستمع إليها. تقدر تخلي أي شيء على الأرض له قيمة أو ليس له قيمة. ده يعود على كل شخص فينا بيظبط ذهنه إزاي. قبل كده شرحت مثل بسيط جدا افتكر بيه النقطة دي. لو أنت في مكان مزدحم وبتتكلم مع شخص في مكالمة مهمة جدا ومش نافع تطلع من المكان ده ومليان أصوات عربيات وناس كتيرة جدا، انت بتعمل ايه؟ بتنتبه معه، سواء بتتكلم معه في تليفون او بتتكلم معه مباشرة. نفس الصورة دي، انت كل ما بتنتبه كل ما بالصوت بتاعه بيبقى اعلى، مع انه معلاش صوته، مع انه هو زي ما هو. وبنفس الوقت الناس ما وطتش أصواتها والعربيات ما وطتش أصواتها، لكنك انت اخترت تركز معاه فعليت صوته بالنسبه لك ووطيت بالنسبه لك صوت الناس اللي حواليك. بمعنى اخر، انتباهك يعلي الصوت، تركيزك يعلي الصوت، او نقولها بصفه كتابيه وبصوره كتابيه، تاملك يعلي الصوت. تاملك في الحاجه، انك تقعد تعمل ريفليكشن، تفكير في الامر، وتلف الايه في ذهنك وتجعلها لها قيمه، وتبتدي ازاي اجعلها لها قيمه؟ تبتدي تقول لها قيمه ببساطه، الكلام ده مهم، الكلام ده مهم. اول ما تبتدي تاخد الاتجاه ده ويبتدي يحصل ايه؟ روحك تتجاوب بسرعه مع الموضوع ده. وخليني اشرح لك كلمتين جايين في اليوناني تحديدا علشان موضوع الانبهار وعدم الاعتياديه. في كلمتين في اليوناني، اكستاسيز اللي جاي منها اكستازيا، اللي هي حاله الانبهار، اللي هي بتيجي في العربي عندنا بهتوا، مرقس 5 عدد 42، والوقت قامت الصبية ومشت لأنها كانت ابنة 12 سنة فبهتوا بهتا عظيما. معنى كده إن الشخص يكون في حالة إيه؟ إنه تحرك للأمر، يتحرك. هي جاية من إك، خروج، إك ستاسيز من الثبات، شخص يخرج من ثباته، شخص يخرج من ثباته. عكسها شخص بيقعد مكانه، يتخشب مكانه من كتر الانبهار. بس دي دايما بتيجي دايما مع الحالات السلبية أو الناس اللي هي مش مقتنعة بيسوع، فبيقعدوا في مكانهم كده، ينشفوا مكانهم، مش بيتحركوا. الاثنين معناهم انبهار، لكن الكتاب بيوضح لينا في رد فعل بيحصل. الكلمة الثانية هي ثامبوس، هي حالة التعجب والدهشة، وإن الشخص بيقعد مكانه ما بيتحركش. لكن الحالات اللي فيها معجزات وفيها الناس بتتجاوب بدرجة حتى لو مش بدرجة كبيرة، هي حالة الإكستاسي، هي حالة إن الشخص يخرج إكزيت من استاسيز، حالة الثبات اللي هو فيها. بمعنى خلي الكلمة تبتدي تغير في تفكيرك، تحرك تفكيرك، تحرك قلبك، تندهش ليها. نعم الكتاب بيقول كده. أول ما تبتدي تعمل كده، زي ما أنت كنت بتحاول تحفظ حاجة معينة في أيام المذاكرة وأنت بتذاكر، تبتدي تقولها بلسانك إلى أن تدخلها في مخك. إحنا بنعرف ندخل حاجة في مخنا حتى لو ما كانتش مقبولة. ما نعمل كده في الكلمة، لأن ممكن تلاقي جسدك مش قابلها. عشان كده ما يجب أن تفعله، أهمية الأمر ده وهو تأملك ولهجك في الكلمة. وإن كنت في أكتر وقت فيه أنت مش قادر تعمل أي تمرين روحي، أي رياضة روحية، أي شغل روحي، صلاة، دراسة كلمة، أنك تقف أمام موقف العيان بيزداد فيه سوءا، هو أنك فيه تلهج الكلمة، أنا أعظم منتصر. حتى لو الدنيا كلها تليفونات سلبية وعيان سلبي، قد يكون وصلت لمرحلة فيها إن في حاجات بدأت تضيع من حياتك وتفقد في حياتك، استعمل لسانك، وقف واستخدم لسانك، وجه تفكيرك، ركز في الكلمة، لأن هي دي حالة عدم الاعتيادية. اللي بيحصل العكس عند بعض الناس، اللي هو فيه تقول له الكتاب بيقول
الشخص يبتدي ايوه فانا عارف فانا فاهم بتقول فانا فاهم، لكن ما فيش حاله من الحراك لم يخرج من حاله الجمود اللي هو فيها، لم يرتعد لكلام رب، لم يهتز لكلام رب. فبالتالي تلاقي الشخص الخلاص جه على حد عنده، رب يسوع ما عرفش يعمل حاجه بسبب اعتياديتهم على رب يسوع، ان يعتادوا على قصه شرحتها من سنين في اجتماعات الخدام، وشرحت قد ايه انك مهم تهاب الكلمه وتهاب رجال الله. ده في مره كان قسيس، دي قصه حقيقيه حصلت، ان كان في قسيس في مره طول الوقت كان عنده اخت، والاخت دي كانت طول الوقت بتضايق ان جوزها مش بيحضر الكنيسه، الى ان جوزها مرض. فالشخص ده جه الكنيسه علشان عايز ياخد شفاء، راح القسيس صلى له لاخو مراته، صلى له خد شفائه. فهي اتضايقت من القسيس، قالت له ازاي انا ليا سنين بحضر، انا مواظبه وانا بحاول اخد معجزه من رب مش حاصله معايا ليه؟ قالها حاجه واحده بس مهمه تعمليها، تعاملي معي ليس كاخ بل كراعي. ده هيخليكي تفرق معاكي جدا في استقبالك للمسح. ما تنسيش ان اهل رب يسوع بداوا يعرفوه اكتر وهو بيصعد، قعد قدام عينيهم. يعني كل ما اتامل في هذا الامر كل ما الامر ده بيهزني من جوه. الناس كانت قاعده طول الوقت شايفه رب يسوع، شايفه رب يسوع، شايفه رب يسوع، ولم يعلموا الله متجسد قدام عينيهم، لم يستفيدوا من هذا الاله. وحصلت من اهل البلد لما شافوه بعد كده، ما فيش اي نور حاصل حوالين راسه، ما فيش اي حاجه حاصله، بيتكلم، بيمشي عادي، بينام، بيروح تواليت، بيشرب، بيعمل كل حاجه، فده انسان عادي. لكن العبره في ايه؟ انهم لم يميزوا الامر اللي خارج من فمه، انه يحتوي على حياه ومعجزات ليهم. عشان كده هي ذكرت كده في مرقس، لكن ذكرت في انجيل ثاني، ولم يقدر ان يفعل ايه واحده لعدم ايمانهم. لم يقدر معنى كده انه حاول، حاول. الكلمه في اليوناني معناها انه حاول، فقال للشخص قم ما قامش. رب يسوع صنع نفس الطريقه اللي عملها في كذا بلد ثانيه، جه عملها في المكان بتاعه في بلده وما حصلش حاجه. لم يقدر جاي معناها في اليوناني معناها حاول، ما قدرش لعدم ايمانه. عشان كده الموضوع مش سحر، الموضوع مش بتحصل بصوره من تلقاء نفسها. الخلاص محتاج تفاعل ما بين الانسان، في امور بتسد القلب، بتمنع القلب انه يتجاوب مع الخلاص ده. دي نقطه ثانيه. النقطه اللي بعد كده، ان يوجد من اعاقات الخلاص في حياه الناس انه لا يوجد نور واستناره عند الناس، ودي نقدر نشوفها في يوحنا 3. كان انسان عدد واحد من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس اليهود، هذا جاء الى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم انك قد اتيت من الله معلما، لان ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه. راح رب يسوع رد عليه رد ملهوش دعوه بالكلام دوا، ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس كيف يمكن الانسان ان يولد وهو شيخ؟ لعله يقدر ان يدخل بطن امه ثانيه ويولد؟ عايز اقف عند الحته دي، ده معلم. يوجد كتير قوي افكار في العهد القديم عن حاله تغيير الانسان لما يجي المسيح، فالشخص ده كان عنده نور. أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، المولود من الجسد جسد، هو المولود من الروح روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق، الريح تهب حيث تشاء. بعد كده عشان الوقت، عدد 9، أجاب نيقوديموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا؟ بعد كده راح رب يسوع كشف لينا نقطة مهمة جدا. عدد 19، وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة. ده بيكمل كلامه مع نيقوديموس، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله، أما من يفعل الحق فيقبل إلى النور
لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة. كشف الروح القدس لنا حاجة من خلال كلام رب يسوع، النور، الاستنارة. النور في حياة نيقوديموس ما كانش موجود، مع أنه دارس للكلمة، مع أنه جعان وجاي لرب يسوع. أتوقع رب يسوع يقول له بص أنا عارف أنك جاي لي سرية، ويحاول يلم الدنيا معاه، ويحاول يقنعه، ما صدق أن في حد بدأ يقتنع بي كمسيح. لكن رب يسوع رد على حاجة، كشف لنا حاجة خطيرة في قلبه، عدم وجود تجاوب مع الكلمة، ما فيش نور في حياة نيقوديموس جعلته يشوف يسوع ومش قادر يقبل يسوع. هو في عائق حاصل في حياته، هو مش عارف، وهو كان بين ايديه الحل، هو مش شايف الحل قدام عينيه. عشان كده الامر بتاع النور هو الاستناره. ممكن تكون بتدرس الكلمه لكن انت محتاج استناره في الكلمه. عشان كده اشجعك تصلي افسس 1:17 روح الحكمه والاعلان. النقطه اللي بعد كده، ان يوجد ناس بتعيق الخلاص في حياتها لانه لا يوجد مثال حصل قدام عينيهم قبل كده بالحاجة اللي بتتحكي في الكتاب المقدس. يعني في ناس طلعت حياتها كلها ما شافتش يعني ايه حد يتحرر من أرواح شريرة، او شخص يعرف يصلي ويعمل معجزته من خلال ايمانه ان الامر يتم بصورة الهية، طالع طول الوقت بيسمع ان الموضوع كده ودي حياتنا وده نصيبنا، او ما شافش الشفاءات بتحصل قدام عينيه، او ما شافش امور خارقة بتحصل قدام عينيه، فبالتالي بيصل لمرحلة فيها انه ايه مش قادر يقبل. فأول ما يبقى في حاجة رائعة بتحصل أو تعرض أمامه وهو مش قادر يستوعب ده. افتح معايا مرقس 1:27. فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلا ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه. احنا أول مرة نشوف حاجة زي كده، احنا مش متعودين على حاجة زي تعليم جديد، دي حاجة غريبة، ده عكس الستايل اللي احنا عارفينه، ده عكس الكلام اللي احنا شايفينه، ده عكس الكلام اللي بيقال. ما فيش رباي بيقول الكلام ده، ما فيش معلم، ما فيش حد بيقول الكلام ده، كلام جديد كله. ايه الكلام الجديد ده؟ ففي حالة من ايه، حالة ان الشخص بيبقى بيستغرب لكن لا ينال في الاخر خالص. دي المشكلة اللي بتحصل مع بعض الناس. يوجد مشكلة تانية بتعيق خلاص الناس، وهي العادات والتقاليد والمبادئ اللي الشخص فاكر ان هي سليمة. افتح معايا مرقس 7:13. مبطلين كلام الله بتقليدكم الذي سلمتموه وأمورا كثيرة مثل هذه تفعلون. كلمت فيها قبل كده انه دي من ضمن الحاجات اللي بتعيق الشخص ان هو حياته تكون مش قادر يشوف نتائج فيها. نقطة بعد كده مهمة جدا، ان الشخص مش ماشي في مشيئة الله في حياته بعد ما قبل يسوع، لكن بدأ يدخل في حتة مش سليمة. قد يكون دخل الى جو مش مؤمنين حقيقيين، مؤمنين موردين من التاني، لكن مش بنفس الصورة الكتابية المفروض يكون عليها. دوا بيحبط من ايمانه ويبوظ من خلاصه، وبيشتغل على افكاره من غير ما يكون قاصد. الجو المحيط بيعيقه فمش قادر يستقبل معجزته أو خلاصه من المشكلة. في طول الوقت شايف الناس ضعاف، شايف الناس في حالة من إيه؟ من نفس الكلام اللي هو واقع فيه، هم واقعين فيه، فبالتالي محدش قادر يقوم حد. خلينا أقرأ معاك سريعا رومية 8:26. وكذلك روح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن روح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. وبما أن الروح القدس يساعدنا في الصلاة، جاي كده في ترجمات تانية يشفع في القديسين، معناها الروح القدس بيساعدنا في الصلاة. نحن نعلم أن كل أشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. في ثلاث عناصر هنا لتحويل المشكلة إلى إيه؟ إلى شيء صالح، إلى الخير. كل الأشياء تعمل مع الخير، دي مش آية كده وبس، دي مشروطة بثلاث شروط. أول حاجة أن الروح القدس يكون شريك معك في الصلاة، معناها أنك بتصلي من أجل الأمر وبتصلي صح. رقم 2، كتاب يوضحها في 8:28، يحبون الله، يعني معناها في علاقة مع الروح القدس.
اوعى تفتكر لما انت تقول انا بحب ربنا ان هي دي المقاييس اللي الكتاب بيقيس عليها. المقاييس اللي الكتاب بيقيس عليها مختلفة عن الناس بتفتكرها. تحب الله معناها انك تجري تعرف فكره وتقعد قصاد الكلمة وتفهمها، وليس معناها المودة الداخلية. كشعب محتاجين نفهم ان احنا سيطر علينا بالعواطف والمشاعر كتير جدا، كشعب كعرب محتاجين نفهم ان يوجد طباع محتاجين ناخد بالنا منها، عاطفيين. فبالتالي كوني انا منفعل، او لو بتتفرج على فيلم ربي صاحب بتصرف فانت منفعل، عملت عيط، عملت تبكي معاه، وعملت شوف الوضع فيه ايه، انت ماشي في حاله من ايه من المشاعر اللي خارجه، فانت فاكر انك كده كونك ما قلتش على الرب كلمة وحشة، ما قلتش هذا شيطان، فانت قلت خلاص انا كده ما جدفتش، خلاص يبقى اذا انا كده فل، انا كده تمام، انا كده بحب الرب. في الحقيقة حب رب يقاس بحاجة في الكتاب المقدس. حب رب بيقاس انك تعرف فكره. اي اتنين عايز تقول انا بعرف فكره، يبقى اذا انت بتفهم فكره، مش بس تعرف فكره، وتظبط ذهنك على أفكاره. بتظبط ذهنك على أفكاره. اتكلمت قبل كده في سلسلة عن الحياة المسيحية وكيف تحياها. إنك تقبل يسوع ده شيء، وإنك تحيا مع الرب يسوع بعد كده شيء آخر. لازم يستمر الرب على أفكارك وعلى مبادئك وعلى حياتك. مبدأ تذكرة السماء مضمونة، جعلت في استرخاء في حياة الناس انه خلاص رايح السماء، خلاص انا حجزت كده كده، ركبت في يعني ايا كان، انا مش فارق، انا كده كده رايح السماء. الفكرة مش سليمة للآخر، انه يوجد ارتداد للهلاك، ويوجد ناس بتسيب الرب ممكن تهلك بعد كده، ففي مسؤولية على حياة الانسان. ارجع اسمع السلسلة. لكن ان يستمر يسوع رب على حياتك هو انه تجعل مبادئه هي مبادئك، وأفكاره هي أفكارك. ليس فقط تعرفها بل تجعلها تسود على أفكارك. إذا كان الكتاب يقول لك لا تنتقم، يبقى لا أنتقم. تمام يا فندم، هي دي اللي تتقال جواك، ما ينفعش تقول عكس كده. حتى لو جسمك بيتكلم وبيبقى له صوت، أنت بتسيطر على هذا الجسد، تقول أنا بخضع دوا إلى المبادئ الكتابية دي. هي دي الحالة اللي فيها تقدر تقول بحب الرب، وليس حبك هو تعاطفك، وانك بتقدر الكتاب المقدس وبتحافظ عليه، او مش بتجدف، او بتروح الكنيسه. هي دي المعايير الناس بتقيس عليها، لكنك تعرفه وتحبه حاجه تانية. رقم ثلاثة، مدعوون حسب قصده. يعني ايه مدعوون حسب قصده؟ معناها الشخص ماشي حسب الخطه الالهيه، انه بيكون في المكان الصح، بيعمل الحاجه الصح، وبياخد القرارات الصح، من هنا تعمل الاشياء لخيره. وليس ان الجمله دي بتتقال كل ما يعمل يعمل الخير، بتتقال في العام والشامل. دي مشروطه بثلاث شروط. اول حاجه روح القدس يكون شريك معاك في الصلاه، اي معناها بتصلي وانت فاهم فكره الله في الموضوع. تاني حاجه تبقى من محبين الرب، معناها انت في علاقه حميمه، في علاقه حيه يوميا، واخد وقتك في دراستك في الكلمه وفي الصلاه، وبتجعل الكلمه تسود على ذهنك. رقم ثلاثه، ماشي حسب فكره وحسب قصده. وده موضوع شويه كبير، لكن ببساطة هو عيش الكلمة. الكتاب هيقول لك تبقى فين؟ مين جماعة المؤمنين اللي تكون فيها؟ ترتبط ارتباط ازاي؟ مين الأصحاب اللي تبقى معاهم؟ مين اللي مفروض ما تنزلش معاهم؟ مين المفروض الوقت بتاعك تمشي ازاي؟ هي دي أن تكون في الوقت الصحيح، تفعل الشيء الصح، وتكون في المكان الصح، وتكلم الناس الصح، وتقطع علاقاتك مع الناس الفلانية، وتتواصل مع الناس الفلانية. هي دي الحاجات اللي فيها تقدر تقول رب يسوع فعلا سيد على حياتي. هنا الآية تنطبق على الحالة دي، بس إن كل الأشياء تتحول لخيرك وتعلي ما تقول. لأن هنا مش قصة إنه يتحول لخيرك معناها حالة من التخدير، وحالة من إن الشخص يتقبل وضعه، الموضوع يتحول كله للخير، كله خير. الجملة الناس بتقولها مش فاهمة إن هي ممكن تكون تأقلمية وليست حقيقية. لكن ان تتحول خير معناها الموقف كان سيء وبقي رائع. هي دي اللي تعنيها الايه بالظبط. نقطه بعد كده هامه للغايه جدا جدا، هي بتعيق الخلاص. بتعيق الخلاص،
بتخلي الخلاص المفروض عرض عليك هي تخليك تفوت الخلاص ده. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.